ستارز. اليوم اخبار النجوم من لايف، قريبا رح تشوفوا رولا جديده. تعود الفنانه رولا سعد بعمل غنائي جديد باللهجه اللبنانيه بيحمل عنوان كتير بجن عليك، من كلمات نبيل ابو عبدو، الحان جان صليبا واخراج فادي حداد. وعبرت سعد عن سعادتها الكبيره بالتعاون من جديد مع حداد، مشيره الى ان رح تظهر بطريقه جديده ومختلفه، وقالت سترون رولا ثانيه. وتجدر الاشاره الى انه تصوير العمل تم بين منطقتي الزعرور وانفه، وراح يتضمن عده لوحات راقصه وممتعه. منزل نجوى كرم بيتحول إلى حديقة ورد. بتتمتع الفنانة نجوى كرم بحب جماهيري كبير طبعا بمعظم الدول العربية وخصوصا بالأردن، ولما بتوصل طائرتها إلى مطار عمان بيتهافت الألاف للترحيب فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جانب استقبالها بالهودج والزفة الأردنية، تلقت نجوى كرم بعد إحياء حفلة ضخمة بجرش العديد من باقات الورد اللي عكست عشق الجمهور الأردني لها. ونشرت كرم صورة إحدى الباقات يلي كتب عليها لو بتعرفي قدي فخورين فيك ورافع راس لبنان دايما بالعالي، إن شاء الله نورك ما بينطفي أبدا دايما، عزك يا نجوى كرم بحبك كتير. وردت كرم بالقول محبتكن بالدني أنا فيها بغتني. سيرين عبد النور ابتسامة لا تزول. عيدت الفنانة سيرين عبد النور مصمم الأزياء اللي اهتم بالعديد من إطلالاتها سيدريك حداد، واتمنت له النجاح والتألق. ونشرت صورة بتجمعه فيها وعلقت ابتسامتك الحلوة ما بتزول أبدا، بتمنى لك عيد ميلاد سعيد جدا وربنا يحميك. منذكر أنه سيرين عبد النور حاليا عم تستعد لإطلاق كليب جديد بعد ما أصدرت الأشهر الفائتة أغنية عادي يلي حققت نجاح واسع. إيهاب توفيق بخطر، والسبب فوجئ جمهور الفنان إيهاب توفيق بحذف موقع يوتيوب كليب أغنيته الجديدة كل يوم حلو يلي بيتزامن طرحه مع إصدار ألبوم جديد بيحمل نفس العنوان. وأعلن الموقع أنه سبب حذفه للأغنية بيعود لمطالبة إحدى شركات الإنتاج بحقوقه الفكرية، وتضاف هالمشكلة إلى أمور أخرى ما ساعدت بانتشار الكليب يلي تم تصويره بلوس أنجلوس، الأمر اللي بيوضع عودة توفيق إلى الساحة الفنية بخطر. منذكر أنه توفيق بيعود بالألبوم المذكور بعد غياب 7 سنوات، لكنه ما حقق بعد الإيرادات المرجوة والانتشار المتوقع من الجمهور العربي وخصوصا المصري. كارول سماحة تحبهم أكثر. احتفلت الفنانة كارول سماحة ببلوغ عدد متابعيها على حساب الرسمي على إنستغرام المليون، وأعربت عن سعادتها ونشرت صورة وجهتها إلى محبيها وأرفقتها بها الكلام سعيدة جدا بعد أن بلغ عدد المعجبين على صفحتي المليون، وبتقلن شكرا لكم على كل هذا الحب يلي عم تمنحوني إياه وأنا بحبكن أكثر. سميرة سعيد بتعلم الصينيين الرقص. استعانت صالة تدريب صيني لراغبي ومحبي الاستعراض والتمرين على الرقص الشرقي بأغنية أوام كده للفنانة سميرة سعيد لتعليم مجموعة من المتدربين من الرجال والنساء أساسيات الرقص الشرقي. ونشر أحد المواقع الصينية بنسخته العربية فيديو قصير للمشاركين بهالدروس أثناء تعلمهم الرقص الشرقي. ومنذكر أن أغنية أوام كده هي من ألبوم أيام حياتي يلي طرح بالأسواق سنة 2008. هل يبتعد رامي عياش عن الغناء؟ أكد الفنان رامي عياش أنه التمثيل هو من أجمل التجارب اللي قام فيها، وقال التمثيل جميل وساعدني على تفجير موهبة كاملة بذاتي، أما الغناء فهو أمر آخر ولا مجال للمساومة عليه، فهو كياني وجزء من تفكيري ومصيري. وإذا أردت أنه خوض تجربة السينما والتلفزيون هيدا ما بيعني أني رح أبتعد عن الميكروفون. وتابع الأصداء الإيجابية يلي بتشجع الفنان على المزيد من العطاء بأي مجال بيختاروا مهمة، والمهم أنه يكون الأخير على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، لأنه الأضواء منا نزهة بل جهد وتعب والتزام وأصرار وقدرة على التجديد.
عاصي الحناني إلى الصدارة، احتلت أغنية الفنان عاصي الحناني الجديدة أحب الليل المرتبة الأولى لهالأسبوع ضمن لائحة أفضل 10 أغنيات عبر راديو وتلفزيون أغاني أغاني. وكان عاصي صور الأغنية على طريقة فيديو كليب أخيرا تحت إدارة المخرج سعيد المروق، وظهر بصورة شبابية وبطريقة مميزة جدا حصدت إعجاب الجمهور. عادل إمام بيرفض 5 ملايين دولار. منذ سنوات طويلة ظهر الفنان الزعيم عادل إمام لأول مرة بأحد الإعلانات الدعائية، لكن حتى ما يكرر هالتجربة بالوقت اللي بيلجأ فيه عدد من النجوم لتقديم الإعلانات لما تجنيه من أرباح مادية وشهرة واسعة ما عاد عمل هالشغلة. وأكدت مصادر مقربة منه أنه تلقى عرض لحملة دعائية لإحدى شركات الهواتف لكنه رفض الظهور وتحجج بأنه سبق أنه قدم إعلان لشركة منافسة. وأشارت المصادر إلى أنه عرض الإعلان كان بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. هيدا ستارز لليوم، أخبار النجوم. وفي هلأ ومنكون مع بيوتي باي ليلى عبيد، خليكن معنا.